استجاب المحامين وبدأنا المعركة الكبرى في التنقية، وبدأنا في مواجهة من واجهنا في التنقية. أنا ما زلت أذكر أن التنقية قد واجهها كثير من المحامين المشتغلين، من المحامين المشتغلين. طبيعي جدا أن المحامي غير المشتغل يقاوم، وهم كثر، كانوا أكثر، كانوا أغلبية عددية، أغلبية. لو كانت لدينا حوافز انتخابية كنا سكتنا وصبرنا وقلنا فلنكمل بما هو متاح، لكننا أثرنا المواجهة والمكاشفة. لا يجوز، لا يجوز أن تنفق نقابة المحامين على محامي غير مشتغل، لا يجوز. هذا عمل غير قانوني، هذا عمل غير أخلاقي، هذا عمل أيضا غير تعاقدي. إحنا شركاء، المحاماة شركة، كل منا يساهم فيها بسهم من العمل والاشتغال، سهم العمل وسهم الاشتغال له حصاد، له نتيجة، له دمغة وله أتعاب محاماة. الذي لم يعمل بالمحاماة لم يسدد السهم المستحق عليه في الشركة. كيف أمنحه، كيف أمنحه حقا ليس حقه؟ كيف أمنحه الأرباح؟ كيف أشركه في الأرباح؟ البعض كان بيعتقد إنه من التفوق النقابي إنه يأيد واحد مش موجود في مصر ويكلم صديقه أو زميله أو حد ويقول له خلاص اتأيدت، احنا أيدناها وحلفت والكارنيه كمان تعالى خده. كنا بنعتبر ده إنجاز، كانت بعض المحامين بتعتبره إنجاز، القيادات النقابية في ذلك الوقت كانت تعتبر ذلك إنجاز، وهي جريمة كبرى في حق المحاماة. كلنا كنا نشترك فيها، النقابي والمحامي، لأنه ما فيش طلب غير مشروع داخل نقابة المحامين لم يكن وراءه محامين ومحامين مشتغلين، وكانت حججهم واهية. كنت بتسمع يقول لي أصل ده جوز بنت خالتي اللي هي مش عارف ساكنة فين وقالت لي وحلفتني. الله، وأنا عشان خالتك حلفتك أسلمك نقابة المحامين أو أجاملك في نقابة المحامين؟ هو ينفع حد يتأيد في نقابة المحامين مش موجود؟ هو ينفع حد يحلف وهو مش موجود؟ كيف أأتمنه في أداء رسالته ولا واجبه وهو لم يؤدي القسم؟ لم يقل أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماة بالأمانة والشرف. إذا ما قالش ده ما يبقاش محامي، ما ينفعش يبقى محامي، لأنها قيمة كبرى ملتصقة بالمحاماة. دونها إذا انتزعناها، إذا غيبناها، مش هنشوف محامين، هنشوف أي حاجة تانية، أي حاجة تانية، أي مشروع آخر، أي بزنس آخر غير المحاماة. فالمحاماة قرينة بالأمانة والشرف. حتى القسم كان بيهون علينا، ما كناش بنؤكد عليه، كنا بنسيبه، أو كان البعض بيسيبه، وكان بيعتبر ده إنجاز نقابي، وكان ده أحيانا بيكسبنا أو بيكسبهم أصوات انتخابية. ده كان انتصار رخيص وعمل نقابي رخيص، وأيضا تنازل من المحامين عن حقهم.